بسم الله الرحمن الرحيم. الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موعد ولقاء جديد نخطو فيه سويا خطوات على طريق الهداية مع حضراتكم في سورة الفرقان. بنتكلم عن قضية طويلة جدا في التناول والتعاطي والتلقي، وهي قضية التوبة والإنابة والرجوع إلى المولى سبحانه وتعالى. الفترة الطويلة اللي خدناها مع حضراتكم مش عجيبة ومش غريبة، لأنها للأسف الشديد عملية التوبة بتتم بشكل غير صحيح، والدليل إن الناس اتعودت عليه لسنوات بل وقرون طويلة بعيدة عن منهج الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم وعليهم رضوان الله. القضية كانت توبت إلى الله، عملت غلطة، طب يا سيدي توبت إلى الله، كلمتين اتقالوا باللسان وخلصت القضية. لكن هي طبعا القضية ما خلصتش، الموضوع ما تقفلش، والدفتر لسه مكتوب فيه الذنب وانت ما توبتش. والدليل ان انت بعد أسبوع وممكن يكون في نفس اليوم بالليل رجعت للذنب تاني. ليه؟ لأنك ما توبتش. توبت يعني قفلت الباب، يعني رجعت لحب المولى سبحانه وتعالى، فما ترجعش في جوار المعصية. القضية كبيرة وطويلة، والنهاردة احنا ماشيين مع أوصاف تانية من أوصاف عباد الرحمن في سورة الفرقان. هنبتدي فيها عن موضوع الزور. الزور ده موضوع كبير جدا، وفي ناس برضو بتظن ان احنا بنتكلم على الزور يعني شهادة الزور، انك تطلب في المحكمة فتشهد شهادة زور ويبقى هو ده بس مفهوم الشهادة الزور. أبدا، ده الموضوع واسع وكبير، وفي ناس كتير بتقع في غلطات هي الزور بعينه وهي مش عارفة. طيب تعالوا نفتح النقاش، وربنا إن شاء الله يعني يفيض علينا من علمه. برحب بحضراتكم مرة تانية ورحب بضيفي وضيفكم الكريم فضيلة الدكتور محمد هداية. أهلا وسهلا دكتور. مرحبا. يا مرحبا، أهلا وسهلا. المشوار طويل جدا في قضية التوبة والاستغفار والعودة إلى يعني معية الله، ومسألة الحضن اللي احنا سميناه حضن دائم ومستديم، ووصفه القرآن بأنه إيه؟ متاب. في سورة الفرقان احنا كنا وقفنا عند قضية الزور، وقبليها كان في استفسار من السادة المشاهدين بيسألوا عن فلسفة وحكمة تكرار التوبة في الآيتين اللي قبل كلام عن الزور. يعني أنا هسمع حضراتكم من أول الثلاث كبائر اللي ربنا اتكلم عنهم، وهنشوف الآيات اختتمت إزاي من المولى سبحانه وتعالى. بسم الله. اتفضل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العظيم. أنا بتكلم على آيتين الأخر على قبل يشهد والذين لا يشهدون الزور، قال يضاعف له العذاب اللي هيعمل كده ويخلد فيهم إلا، وعمل استثناء، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وبعد رجع تاني قال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. إيه فايدة التكرار؟ وليه في الآية التانية اللي اتكرر فيها الكلام عن التوبة ما جابش سيرة الإيمان؟ فأول مرة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، في تاني مرة ومن تاب وعمل صالحا على طول فإنه يتوب فإنه يتوب إلى الله متاب. ليه التكرار وليه في تاني مرة ما جابش سيرة الإيمان خالص؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد. طبعا في هذه الآيات الاستثناء لابد أن نقف عليه. الاستثناء مما؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الاستثناء من العقوبة، هنا الاستثناء من توقيع العقوبة، يعني ومن يفعل ذلك التلاتة. وخد بالك احنا زمان قلنا علاء، وانا بأكد على هذا المعنى تاني، هذه الثلاث تعتبر مثال فقط، يعني مش هم التلاتة دول بس اللي فيهم مضاعفة، ومش هم التلاتة دول بس اللي فيهم ذنوب.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذه الشرك، ده الشرك. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثلاث كبائر دول ضربهم المولى عز وجل كأمثلة، لكن حطهم عناوين كبيرة على رأس كثير من الذنوب، يعني دول أمثلة فقط. لما بيضرب المثال بالثلاثة سبحانه وتعالى بيقول إلا من تاب وآمن، الاستثناء مما، هي دي نقطة مهمة جدا عشان نفهم ليه قال آمنة وليه كرر من غير ما يقول آمنة. الاستثناء من توقيع العقوب، يعني من ومن يفعل ذلك ده الجميع بقى يلقى أثامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانة إلا من تاب وآمن. الكلام ده لو خدناه بعيد عن سورة الفرقان عن أوصاف عباد الرحمن هيبقى له وقع، وكونه داخل في توصيف عباد الرحمن، وإحنا قلنا أن عباد الرحمن اتضرب به المثل أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني هذه الصفات مش صفات عباد الرحمن، فلازم ناخد بالنا قوي احنا بنتكلم عن مين. احنا بنتكلم عن جماعة قبلها بشوية، لو انت خدت بالك من توقيع سورة الفرقان، السورة اللي قبل الفرقان اسمها سورة النور، اللي قبلها مباشرة المؤمنون. ولو خدنا، وانا سايب دي للآخر، انا في الحقيقة كنت سايب دي للآخر وبرضه هسيبها للآخر، بس هدي ملمح واحد. خد بالك علاء من صفات المؤمنين كده في سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هقف وقفة بس مع دي واديكم مثال عليها ونخليها للآخر خالص. هنا صفات جماعة من المسلمين اتصفوا بالإيمان، قد أفلح المؤمنون، مش المسلمون، لا لا طبعا. وصفهم بإيه؟ قال لك الذين هم في صلاتهم خاشعون، وبعد شوية صفات قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. فلما نتكلم عن الصلاة بالنسبة للمؤمنين عندك صفتين، أولا هم خاشعون في صلاتهم، وبعدين بيحافظوا عليها. والمنطق يقول ان احنا كنا لازم نتكلم عن دي الاول، يعني انك تحافظ على الصلاة في وقتها وبعدين تبتدي تخشع فيها، بس كده برضو انت لما بتيجي تخش في الصلاة لو دخلت في وقتها يبقى انت حافظت على ميعادها او على وقتها، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبعدين بتخشع فيها فلماذا قدم؟ كأن دي مسألة منتهية، كأن المحافظة احنا بنقولها في صفات المؤمنين من باب التذكير فقط، لكن دي مسألة عند المؤمن منتهية، وإلا ما بقاش مؤمن لو ما مش بقاش بيحافظ مؤمن. على الصلاة يرجع للإسلام بقى. قالت الأعراب، وفكركم تملي بهذه الآية، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. قد يكون في صفاتهم ان هم ما كانوش بيحافظوا على الصلاة، فالمولى عز وجل حرمهم من صفة الإيمان، قال لهم انتوا مش مؤمنين، انتوا مسلمين بس. ومن عدالة السماء ورب السماء ان هو قال لهم ايه؟ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، يعني ما حرمهمش، ما قفلش الباب. واحنا قلنا الفرق بين لما ولم، ان لم بتقفل الباب، لم يفعل ذلك، لما يفعل يبقى ايه؟ ما عملش لغاية دلوقتي لكن متوقع انه يعمل. اللي هيشد حيله منكم هيلحق بالمؤمنين. طب في معنى جه في ذهني مش عارف صح، ما انا شفتك فكرت كده. قول التأخير ده بتاع ان هو في الاول قال الخشوع في الصلاة وبعدين أيوة اخر يحافظون في الاخر خالص. هل المعنى في المحافظة يجي ان هم بيحافظوا على الصلاة في وقتها وبيحافظوا على استمرار ودوام الخشوع في الصلاة كمان بعد كده؟ ما هو عشان كده، لا هو عايز يقول لك ايه، ماشي المعنى ده كويس، لكن المعنى الاهم ان هو عايز يقول لك ان هي عند علاء دي مسألة المحافظة دي خلصانة، يعني انا ما بقتش خايف على علاء انه اول ما يأذن يقوم، ده هو اول ما بيأذن بيقوم. بقت مشكلة علاء في ايه؟ ان انا اعلمه انه يخشع فيها. يعني انت لو عندك مثلا 100 مؤمن، خد بالك من سؤالي والمثال قوي، الميت مؤمن ساعة ما يأذن كله هيروح يصلي، لكن الفرق بين المية مين هيخشع ومين مش هيخشع، بقت هي دي القضية. لكن اول ما هيقول الله اكبر بالقطع ايه؟ المية رايحين، المؤمنين، ما انا بتكلم في المؤمنين مش أنا المسلمين. لا 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 لا، انا عندي 100 مؤمنين، اضرب لك المثال اوسع شوي، عندي 200 مؤمن على مسلم، 100 و100. اول ما هيقول الله اكبر، ودي هقول لك على حاجة، اقف في بلكونة واتفرج على المسلمين ساعة اذان الظهر، مش هقول لك لا الفجر ولا المغرب ولا العشاء، الظهر. الظهر اللي هو الكل صاحي، اللي الرسول ما اعتبرهاش ثقيلة وما اعتبرهاش علامة نفاق، يعني العصر والفجر اعتبرناهم ايه؟ آية من آيات المنافق.
اللي ما بيصليش العصر في المسجد والفجر المنافق، اللي ما بيصليش العصر في المسجد والفجر في المسجد نفاق، لكن الظهر ما اتكلمناش فيها. فانا بقول لك اقف في صلاه الظهر، هتسمع المؤذن، كم واحد هيدخل المسجد؟ هم دول المؤمنون، دول اللي ايه اللي حافظوا عليها. لكن يبقى جوه المسجد ايه؟ لو انت خدت بالك، لو انت نزلت بقى من البلكونه دخلت المسجد، هتلاقي 80% مش خاشعين، وال20 بس الخاشعين. ودي حقيقه بنشوفها في المساجد بعينين، وده مش ذم في حق المؤمنين، هم مش خاشعين لانهم مش فاهمين حته الخشوع. فمنهم من يقرا الفاتحه بسرعه، ومنهم من يركع مسرعا، ومنهم زي المسيء صلاته، وده كان من الصحابه، صحابي. لكن هي دي القضيه، ولذلك قدمها سبحانه وتعالى. ايتي في هذا ايه؟ انه لما جه يتكلم على المؤمنين جاب لهم صفتين استبعدهم تماما في حق عباد الرحمن، بل بالعكس تكلم في حق عباد الرحمن عن صلاه الليل، كأني به سبحانه وتعالى يقول بعد أن تكلم عن صفات المؤمنين إن مشكلتهم يا إما يخشعوا بعد ما بيحافظوا، يبقى مشكلة عباد الرحمن الاثنين دول خلصانة عندهم. دول بقى عباد الرحمن دول بيخشعوا وبيحافظوا، بقي عندهم إيه؟ وده كلهم بيعملها، إن المؤمنين ما بيصحوش بالليل، لا عباد الرحمن بيصحوا بالليل، يبيتون لربهم سجدا وقياما. ما اتقالتش في حق المؤمنين. تاني هقول، يعني عند صفات المؤمنين، كانك انت ماشي علاء بالترقي بين الاسلام. انت لما وصلت على سوره المؤمنون كنت بالقطع اتكلمت في كل القران ده عن ايه؟ عن الصلاه والخشوع فيها وكذا 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 والمحافظه عليها. فانت النهارده خدت المؤمنين كايه؟ كمثال على الترقي بين من الاسلام الى الايمان. كويس، عايزين نطلع درجه كمان بقى. يبقى عباد الرحمن ارقى. وعشان كده ما ذكر لهمش خالص لا الخشوع في الصلاه ولا المداومه عليها، يبقى هم ايه؟ من باب اولى، مداومين وخاشعين، هم خلصانين من ساعه ما كانوا مؤمنين. كاني به يقول ان عباد الرحمن دول صفوه الصفوه. يعني عباد الرحمن دول أرقى ناس جوه الإيه؟ الإيمان، اللي إحنا قلنا هيطلع من الإيمان إلى التقوى إلى الإحسان. وهذا ما نادى به الحق تبارك وتعالى ساعة قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، مش أي تقوى، حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيبقى أنت عندك درجتين هنا بعد الإيمان، اللي هم التقوى والإحسان، عملوها عباد الرحمن. بدليل لما انت ما تكلمنيش على قضيه، واحد صعب لطيف مثلا يقول لك يا علاء ما كلمتش، بقول له لا محمد بيعمل دي خلاص، ما انا ما كلمتوش فيها لانه هو بيعملها. احنا عايزين بقى اللي بعد كده. احنا كده بنكلمه في مشكلته. ولما ذكرها في عباد الرحمن ما ذكرهاش زي ما ذكرها في المؤمنون، على انها مشكله، لا دي مش مشكله، ده عندهم ايه؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبقى كل عبد من عباد الرحمن مش بس بيحافظ على الصلاة ومش بس بيخشع فيها، ده الكلام ده بالنهار، في المغرب في الصبح والظهر والمغرب والعشاء، لكن ساعة ما بيروح البيت الكل بينام وهو كعبد من عباد الرحمن. طيب، يبيتون لربهم سجدا وقياما. في ناس كتير هتسمع هذا الكلام وتقول هو ده مطلوب من المسلمين؟ يعني خد بالك من السؤال تاني، هتبص تلاقي في بعض الناس بتسأل احنا مش عندنا شغل، عندنا ظروف الحياه ومواعيد واعباء ولقمه العيش والمعايش بقت صعبه، الواحد بيرجع البيت مهدود، اللي انتوا بتقولوه ده يعني في تكليف زياده قوي، وهتحسسونا ان احنا مقصرين، ده احنا يا دوبك بالعافيه في اثناء مواعيد شغلنا بنعرف نخطف نفسنا دقيقتين ثلاثه عشان يا دوبك ايه نصلي الظهر او نصلي العصر. فالواحد بيرجع البيت عنده مشاكل الزوجة والمسؤوليات الأولاد والدروس الخصوصية والمشاكل والمعايش والحماته قاعدة معاه منكد عليه، خد من ده كتير قوي. فانتوا كمان عايزيننا يبقى عندنا خلق وصحة وطاقة عشان نصحى بالليل ونقعد بقى نصلي قيام ليل ونقرأ قرآن طول الليل، طب نصحى أشغالنا ازاي وبتاع، ما هو ده صعب علينا. احنا ما قلناش كده أبدا، وما قلناش اصحى طول الليل. هم قال إيه؟ هو سبحانه وتعالى قال ايه؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. لما كنا بنحللها انا قلت لك ايه؟ شوف من رحمه هذا الدين ان الرسول يقول لك علاء اتعود يعيش مثلا ساعه بالليل
صلاة وقيام وقرآن وكده، جه في يوم انشغل أو مرض فما عملش اللي كان بيعمله، الملائكة تكتب له هذا الثواب، لأن ما منعه إلا أمر قهري عليه. ما شاء الله. يعني الحتة اللي هم بيقولوها حجة مقلوبة، أنت لو انشغلت عن الله سبحانه وتعالى أو انشغلت عن عبادتك لله هو هيكتب لك اللي كنت بتعمله، بس المشكلة لما كنت في فراغ عملت ولا ما عملتش. هذه عارف علاء دي حجة مين؟ هضرب لك مثال بحاجة بسيطة جدا غريبة جدا سهلة جدا. دولة نامية ودولة متقدمة، ده بيتكلم في إيه ومقلوبه هنا؟ ده بيقول لك أصلا عدد سكان كتير جدا، تلاقي ده عدد سكانه أكتر بس استثمر العدد، يعني ده ما عندوش موارد وده ما عندوش موارد بس عمل من لا شيء شيء. الفرق بين الاثنين ان ده عايز وده مش عايز. ليه الأمثلة واضحة؟ الأمثلة واضحة. وليه واقفة برضه؟ حتى بين الدول وبعضها زي الصين كده مليار ونص ما شاء الله بالزبط. بس موارد بشرية وبتشتغل. انت بتقول ايه؟ انت لما بسألك بتقول لي اصل انا عندي عدد وتعبان التاني عنده نفس المشكلة، ما بقتش مشكلة، بقت ايه؟ بقت ميزة، بقت طاقة، بقت بالظبط. طيب عندنا شوية أسئلة وشوية نقط هنقف فيها من واقع التطبيق عشان برضو نقدر نستفيد، ولكن بعد الفاصل تابعونا مرة أخرى. أهلا بحضراتكم مرة تانية. المثال اللي ختمنا بيه قبل الفاصل عن الدول النايمة اللي أحيانا يعني بيطلق عليها تجاوزا أنها نامية، وطبعا عشان نقول نامية لازم نقعد نحسب بقى بالورقة والقلم بمعدلات الاقتصاد وبالخبراء المحايدين معدل النمو ده بيزيد ولا لا مقارنة بمعدلات البطالة والتضخم والقدرة الشرائية للعملة اللي موجودة في البلد، حاجات كتير كده. وعدم طبع الفلوس على المكشوف، عملتك مقارنة بسلة العملات اللي موجودة، الدولار باليورو والاسترليني أخبارها إيه. لكن ما علينا، في النهاية احنا بنتكلم على اللي عنده استعداد ان هو يوظف الموارد اللي موجودة عنده من غير ما يقول اصل السكان كتير وبيبتلعوا التنمية اللي احنا بنحققها، وبين ناس تانية عندها اضعاف اضعاف اللي موجودة عند بعض الدول النايمة، ومع ذلك شاف ده طاقة وموارد بشرية عنصر من عناصر الادارة، وقدر ان هو يكتسح العالم كله وينتج كل حاجة ويصدر لكل مكان. طب ده يفيدنا في ايه في موضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه؟ يفيدنا في ان الناس اللي بتاخد الدنيا جد والناس اللي لا. ففي مجال العباده ده جزء من حياتك، فاذا كنت انت حتى في علاقتك بالمولى سبحانه وتعالى ما انتش عارف تاخد الموضوع جد ونايم، يبقى اكيد لا هتعرف تصحى تصلي الفجر ولا تذكر الله ولا تقوم الليل ولا تعمل اي ترقي لمستواك ده في مجال العباده، وبالتالي في مجال عملك لما تصحى الصبح برضه مش هتعرف تجود في عملك ولا تروح شغلك فايق ولا. هي دي القضية اللي أنا بتكلم عنها، إن الناس اللي هي هتبتدي تسمع كلامنا وتقول أنتوا كده طالبين مننا كتير والمعايش صعبة والظروف صعبة، مش هنعرف، ما عندناش لا خلق ولا وقت ولا صحة عشان نقوم الليل ونقعد نقرأ قرآن ونصلي، ده احنا يا دوبك بالعافية بنصحى الصبحية عشان نوصل الأولاد المدرسة ونجري على الشغل. ما أنا جاوبت قلت إيه؟ هو أساسا لما كان فاضي ما عملهاش، فهو من حقه يقول كده دلوقتي. لكن أنا عايز بس أوضح مفهوم واحد بس، لماذا خلق الله الإنسان؟ بس وده لو هو جاوب على السؤال ده هيعيش وهيرتاح وهيحس إنها مش جزء من حياته، ده هي حياته، العبادة هي الحياة. قل إن صلاتي قبل دي على ده التوقيع. خد بالك من التوصيف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الاستثناء ده استثناء غريب جدا، هل هي انت اتخلقت للعباده بس ولا هو برضه استخلفك في الارض وقال لك اعمل وقال لك وقال يبقى دي زي بالظبط الحج عرفه. هو الحج عرفه بس يعني ما فيش منى ما فيش مكه ما فيش لا، هو قصده اهم ما في الحج. يبقى اذا بيذكر لك اهم انت اتخلقت مش بس للعباده، انت اتخلقت لاهم ما خلقت من اجله العباده. وقوم حياتك على دي. وهضرب لك مثال، لما كنا في الجامعه مثلا كان في ناس تعمل ايه المحاضرات هي من كذا لكذا من كذا لكذا من كذا، احنا كنا بفضل الله سبحانه وتعالى بنقوم المواعيد على الصلوات. يعني لو واحد مثلا قال لك تقابلني الساعه 12 قول له ما ينفعش، انا هبقى في المسجد في الوقت ده لان صلاه الظهر 12، فكلمني 12 ونص كلمني 11 ونص لكن ما تقوليش ايه 12 3 العصر. يعني انت بتقوم حياتك ومواعيدك على ايه؟ على مواقيت الصلاه. اللي بيعمل كده بيفضل مرتاح في مسألة العبادة.
يعني اللي ما بدأش يصلي وهو صغير وعلاء مثلا قال لك انا هاخد الراجل ده شغلتي وخلاه يلتزم، تلاقيه برضه رغم التزامه مع كبر سنه انما بيقطع غصب عنه لانه ما اتعلمهاش وهو صغير، ودي حاجه شايفينها بعينينا. الصلاه والصيام ايتين من ايات الله في مساله التمرس، ولذلك الرسول ما اتكلمش لا في الحج ولا في الزكاه ولا في الشهاده، لكن اتكلم في دول. قال لك عودوا الطفل على ايه؟ قال لك مروهم لسبع واضربوهم لعشر في الصلاه. وفي ناس استغربت الكلام ده، كلام غريب عندهم. بالعافيه؟ مش مساله بالعافيه، هي مساله ايه علاء؟ انك انت بتريح نفسك، لو تعبت معاه في السن ده هترتاح معاه قدام، وهو نفسه هيرتاح وهيدعي لك. ليه؟ في ناس مننا ما بتعرفش ما تصليش، بقت الصلاه عندها ايه؟ بقت تحولت الى سليقه، الى طبيعه، فطره. داخل على المسجد الساعة 12، رايح على المسجد يركن عربيته وينزل، وما بقتش متعبة بالنسبة له زي اللي انت بتقول عليهم. انما اللي بيتكلموا الكلام ده لانهم ما تمرسوش من البداية على انه مخلوق للعبادة اصلا، وبيقيم حياته على مسألة الايه؟ العبادة. زي بالظبط المثال اللي احنا ضربناه، قلنا المؤمنون اتكلم فيهم في حاجات، لما جه يتكلم عن عباد الرحمن ما اتكلمش في دي. يعني هضرب لك مثال تاني، ولله المثل الاعلى، قال ايه؟ والذين هم لفروجهم حافظون. صح؟ ده بيتكلم كده عن مين؟ مش عباد الرحمن، عن المؤمنون. لما جه يتكلم عن عباد الرحمن نفى الصفة عنهم، قال لك دول لا يزنون خالص، يبقى هم تخطوا مسألة حفظ، يبقى المسألة دي هم عدوها. فأنا عايزك في الآخر نحط الإيه قدام الناس كده، صفات دول وصفات دول، عشان تعرف إنك بتتكلم عن فئة هم دول اللي يستاهلوا الغرفة اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله يمكن الحلقة الجاية. أولئك يجزون الغرفة بما صبر. كلمة صبروا دي هل تحل الإشكال للناس اللي بتتكلم كتير مثلا على موضوع الصلاة؟ هي دي، يقول لك يا أخي ما العمل عبادة، ما أنا عندي شغل، أنا لما برجع البيت أبقى أجمع ده وده، الدين يسر، مش في جمع وفي قصر وفي كلام من ده، أنا مش عارف أقوم أصلي، يعني حجمة العمل عبادة. نقول إيه للناس اللي بتقول العمل عبادة؟ هو ما اتعلمش مسألة اتحطت في مطلع البقرة. لما جه يتكلم عن فئة من فئات الناس اللي هم اليهود. اليهود سبحان الله عندهم صبر على كل شيء إلا العبادة. صبروا على كل شيء، يعني هو يقول لك اليهودي باله طويل جدا، بس عند حتة الإيمان وحتة الإخلاص ما صبرش، ولذلك المولى قال لهم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والآية دي عاملة مشكلة عند بعض المفسرين، إن هم قال لك واستعينوا، المولى قال إيه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، حاجتين أهم، وبعدين قال وإنها. ف90% من المفسرين رضي الله عنهم أجمعين جزاهم الله عنا كل خير عشان ما حدش يفهم إن إحنا بنذمهم، 90% رجعوا الهاء في إنها على الصلاة وشغلوا قاعدة معرفش جابوها منين، قال لك هي الضمير بيعود على أقرب مش عارف إيه. لو أنت بصيت على للصبر والصلاة تلاقي صلاة من غير صبر ما تتقداش مظبوط. الراجل المسيء صلاته لما تيجي توصفه مشكلته إيه؟ مصبرش، مش صابر، كروتها بالظبط كده، لانه مش صابر. ده لو صابر يعمل زي المحسن صلاته، ما ده المسيء صلاته. المحسن ايه؟ بيطول باله في قراءه الفاتحه وفي الركوع وفي السجود، وده كان توصيف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اعمل ايه. ولو عمل كده هيبقى يوصل للخشوع. بالظبط كده، اللي هو من صفات المؤمنين. صح. لكن لما تيجي تقرا الايه بتدبر لغوي واستعينوا بالصبر والصلاه وانها، المشكلة في الاثنين. فالمشكلة الهاء عايدة على ايه؟ عايدة على توقيع استعينوا. يعني واستعينوا بالصبر والصلاة وإن الاستعانة بهما لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني ما حدش هيعرف يجمع الاثنين إلا الخاشعين. وده اللي وصف به المؤمنين. قال لك الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبعدين اتكلم عن المحافظة. لما جه عند عباد الرحمن لانهم مروا بكل الدرجات دي، دول بيعملوا حاجه لا بيعملها المسلم ولا المؤمن. يعني اللي بيقولوا العمل عباده ونسيب الصلاه والاخرها ده بينزل نفسه درجات. بالظبط، هو بينزل نفسه بنفسه. ليه؟ لانه هو لما بيقول كده خد بالك الكلام عنوان ايه؟ عنوان ما استقر عنده.
فالمستقر عنده انك مش هتعمل دي، فدي مصيبه تانية. مش مثلا هو بيقعد مع علاء على امل انه يتاثر بكلام علاء، ده هو جاي لك قافل لك الباب وبيقنعك باللي هو بيقوله، ومبتغاك انت معاه ايه؟ انك تخرجه من درجه بتعليه، وهو بيروح فين؟ بينزل. وعشان كده هي دي القضيه في مساله تكرار ومن تاب وعمل صالح. معرفش لسه ما وصل... هي ما... لسه ما وصلتلكوش، بس انا عايز اقولها ازاي. هو بيتكلم عن عباد الرحمن فيما لا يفعلون هذه الصفات. هم لا يفعلون الشرك ولا يفعلون القتل. يعني انت بتتكلم عن ناس، خد بالك، ما بيعملوش التلاتة دول، بدليل ان هو قال ايه؟ ومن يفعل ذلك، اللي هو مش من دول، يلقى أثاما. فبقى هنا عندي، لو انت خدت بالك في التوقيع، عندك فريقين، فريق ما بيعملش دي فبقى عباد الرحمن، صح؟ وفريق بيعملها، صح؟ طيب لما اجي اتكلم عن التوبة هتكلم عن دول وعلى المحتمل من دول، ان واحد ينزل، ان واحد من عباد الرحمن يزل فيقتل، يشرك او يقتل او يزني. الاولانية على اللي مش من دول، فقال آمن لأنه محتاج إيمان، طب لأن هو أساسا مهتز في النقطة دي. الثاني قال ومن تاب وعمل صالحا فأولئك يتوب إلى الله، فإنه يتوب إلى الله متاب. كأنه بيطمن عباد الرحمن إن اللي غلط منكم الغلطة دي ممكن يرجع، مش مستحيل إنه يرجع. ده هيرجع، ويرجع إيه؟ آمن من اللي قبليه. كأن التوقع من عباد الرحمن انه ما يكررش الغلطة، انما المتوقع من غير عباد الرحمن انها ايه؟ تتكرر. وزي ما قلنا في حلقة من الحلقات اللي فاتت، اذا تكررت يبقى انت ما تبتش، او كنت، وانت اللي قلت التعبير ده، انت كنت متهيأ لك انك تبت، او بتدعي التوبة. الاتنين عندي سيان. شاهدي إيه؟ ما قاله الله يطالب به جماعة المؤمنين، يا أيها الذين أمنوا طوبوا إلى الله، ما قال لهمش أي توبة بقى، لأن دول فئة مميزة. توبة إيه؟ نصوح. وإحنا قلنا النصوح اللي هي من نصح العسل، اللي هو النحلة تجيبه من غير غش منك قبل أو بعد. لأن النهاردة بيعملوا إيه؟ مش في ناس تغش العسل بعد النحلة ما تجيبه، وفي ناس تأكل النحلة سكر. هو غش قبل، انت فاهم قصدي؟ ما سابش النحله زي ما ربنا امرها، لا، حط قدامها سكر تاكله، فبقت النحله مش جايبه لا عسل من ازهار، ولا يعتبر ده غش قبل الانتاج. فنصح العسل يعني ايه؟ يعني لم يغش لا قبل ولا بعد. يبقى عسل اسمه عسل ناصح. يعني ايه ناصح؟ لو انت خدت بالك، نافع. نافع يعني ايه؟ يعني فيه شفاء فعلا. لكن التانيه دي ما فيهاش. طب واللي بيعمل كده في تربيه النحل، لان في بعض المواسم النحل عشان يعيش محتاج ان هو ياخد طاقه وياخد سكر. دي مساله بقى راجعه للمنتج. هو بيعملها عشان اللي انت بتقوله ده علم، في علم الزراعه والانتاج والبتاع، انا ما افهمش فيه قوي يعني. يعني انا حتى لما كنا في علوم ما كنتش انا بحب النبات، يعني كنت احب الحيوان اكتر. والله ما هي لا، دي معلومه موجوده في تربيه النحل. يعني دي هم اضرب الحته في موسم دي. معين كده يعني. احنا انا كنت احب قوي البيولوجي والكيمياء، يعني كل واحد مننا بيبقى له، زي مثلا في القانون انت ناس تحب المدني قوي وناس تمشي في الجنائي، دي بتبقى دماغ يعني. فما انا معرفش النقطه اللي انت بتقولها او مش فاكرها، لكن الاضرى بيها بتوع النحل. هو بيعملها لله زي ما انت قلت، النحله محتاجه مش عارف ايه وبتاع، ولا بيعملها للغش؟ الله تبارك وتعالى يعلم. وطبعا في النهايه هو الذي سيحاسب. لا، ويظل في النهايه ترتيب الجوده الالهي الموجود في القران الكريم، موجود ان لما ربنا اوحى للنحل قال لهم ايه؟ ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. يبقى احسن عسل. خد بالك قبل دي، استنى، كلمه اوحى ربك الى النحل دي عايزه وقفه، في ان في وحي، وحي للنحل دي وقفه، عايزه وقفه طويله يعني. بس خد بالك منها، والنحله استجابت ولا ما استجابتش؟ استجابت، يعني خدت الوحي اهي واشتغلت وطبقت معايير الجوده. وعندك عسل مش عارف جبلي، وعندك جبلي احسن كده حاجه. وبعدين اللي هم الشجر اللي هم من الطبيعي، ما اعرفش اخر حاجه اللي هي الخلايا، المناحل بالظبط، ده اقل عسل بالظبط.
يعني عايز اقول لك كمان حتى جوه الوظيفه دي يعني اهي نحله واحده، لكن هتوصفها انت ازاي، هتطلقها ولا مش هتطلقها، دي شغلانه. القصه كلها في ايه؟ في الاخلاص، في الصبر، في العمل، في انك بتعمل لله ولا ما بتعملش لله. وعشان كده الايه اللي بعدها ولا ما بتعملش لله، وعشان كده الايه اللي بعدها مبدعه في الترتيب. هنا نفع عنهم ايه؟ هنا نفع عنهم الشرك والقتل والزنا. وبعدين اتكلم قال لك الا من تاب، ده مش منهم، ده من اللي عمل كده، لانه قبلها قال ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. يعني تبقى صفات عباد الرحمن ما فيهاش الثلاثه دول وما فيهاش عقوبه. انما اللي يجي رجله من عباد الرحمن مع المحتمل من جماعه المؤمنين اللي هي في الصوره اللي قبلها، ها، في امل. التوبه بابها مفتوح 24 ساعه، واحنا ضربنا امثله كثيره جدا، قلنا يا ريت تتوب في ايه؟ في مجلس المعصيه نفسه، لان قال انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله. وشرحنا احنا زمان بجهاله دي كتير، قلنا في ناس بتشرحها يعني بجهل، يعني يقول لك اللي عارف عقوبه شيء وعمله ملوش توبه، ده انت عبيط كده في التوصيف ده، لان بجهاله يعني ايه؟ يعني بحماقه. والحماقة إن الأبعد يبقى عارف العقوبة إيه ويعملها. ده فتح له الباب، ده الباب لده، ده الباب لده. لأن المتوقع والمفترض في دماغ الواحد العالم إن اللي مش عارف عقوبة ملوش عقوبة، اللي ما يعرفهاش ملوش عقاب، لأن ما في حتى في القانون الوضعي ما فيش عقوبة غير بنص سابق عليها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فاللي مش عارف ده ما بنتكلمش عنه، احنا بنتكلم عن اللي عارف وعمل. والمولى عز وجل صاغها بطريقة مبدعة، ودي اللي بتطمن الإنسان. قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الفيصل عند المولى عز وجل إيه؟ إنه تاب بسرعة من قريب. ليه من قريب يا علاء؟ لا أنا عايز أجاوب ليه من قريب بعد الفاصل، طيب. لأنه وقفة مهمة جدا. طيب. ليه بقى حضراتكم؟ زي الإنسان اللي المفروض عنده عقل مش أحمق، تقول له بص دي نار لو حطيت إيدك هتتلسع، وما ذلك يحط إيده. ما هي النار اللي موجودة في الدنيا شوفوا بنموذج مصغر جدا لجهنم اللي موجودة في الآخرة والعياذ بالله. فاصل ونواصل، تابعونا مرة أخرى. أهلا بحضراتكم مرة تانية. التوبة من قريب إيه أهميتها؟ خصوصا وإحنا بنفتكر أقصر حديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطره على الإطلاق من وجهة نظري، هلك المسوفون. شوف إن صح الحديث، إن صح الحديث، الحديث ده فيه مشكلة في السند، لكن وفعلا علاء معناه جميل جدا وصح، أنت يعني وصفته صح. أنا الحديث ده بيرعبني ليه؟ لأن لما بتبص على المسوف تلاقيه ما بيعملش. يعني خد بالك الحديث ده فيه مشكلة في السند بس، لكن المتن 100% صح. الراجل الخايب، ارجع لايام التعليم زمان كده لما كنا نبقى قاعدين مجموعه مثلا، النهارده الحد وبنتكلم وعايزين يا جماعه نشد حيلنا ونذاكر وبتاع، الخايب في اللي قاعده يقول لك ايه؟ طب نبدا بقى من يوم السبت الجاي عشان نحط جدول بقى. خد بالك احنا النهارده الحد، ده مش هيعمل. اللي عايز تلاقيه يقول لك لا انا هبدا النهارده، لان انا هضيع اسبوع. فالمسوف فعلا ما بيعملش، ولذلك هلك المسوفون. صحيح، لانه ما بيعملوش. المعنى صح بس في مشكله في السند. فممكن في الحاجات اللي زي دي انا عايز بس اعلم الساده المشاهدين حاجه، المتن السليم ناخده بس ما ننسبوش بقى للرسول. طيب بس هو المتن سليم. هلك المسوفون حقيقه. سوف أهتدي. سوف افعل، سوف اتحجب، سوف اتوب، هبطل السجاير، سوف بالظبط كده. يبقى مش هيعمل. اللي عايز الان، ودي عملها موسى عليه السلام في اخطر شيء في حياه الانسان، الموت. لما عرف انه حتى لو بعد 1500 سنة مثلا هيموت، قال ايه؟ اذا الان يبقى خليها على مراد الله. سؤالك في من قريب ليه؟ لان العقيدة عند المؤمن الحق، واحنا بنتكلم مش على المؤمنين، ده احنا بنتكلم على كل المسلمين، لان هو قال انما التوبة على الله للذين يعملون، من اي فئة بقى؟ العقيدة السليمة اللي لازم تبقى جوه دماغ علاء وقلب علاء وفكر علاء، ان انا ممكن اموت دلوقتي. فلو انا عصيت دلوقتي، لو قلت، خد بالكم اللي جايه دي قوي، لو قلت اتوب بكره، يبقى انا افترضت، يبقى انا كده فسدت عقيدتي من غير ما احس، ان انا افترضت ان انا عايش لبكره. طب مين قال لك انك عايش لبكره؟ طيب وما حصلتش
ان في واحد مات في مجلس زنا او في مجلس قتل او في مجلس شرك، حصلت وشفناها بعينين، عمل الغلطة ها ومات عليها وهيبعث كده. هسأل سؤالين بقى. لا استنى بقى، لو ده كان تاب قبل ما يرجع بيتهم، احنا لقيناه ميت في مجلس المعصية، لو كان احنا ما نعرفش بقى تاب ولا ما تابش، هفترض الفرضين، لو ما تابش بالقطع ما فيهاش هزار، والقرآن اللي بيتكلم مش احنا، طب ولو تاب لا يمكن ربنا يضحك علي ابدا. قال انما التوبة على الله، وعلى حرف يفيد الالزام، وان كان الله لا يلزمه شيء، انما هو الزم نفسه سبحانه وتعالى. قال انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ده الرجل ده لو كان مات على توبة يبقى من اقرب القريب، ده في مجلس المعصية، يبقى ده بالقطع ربنا رضي عنه. ولا عشان كده بنقول ايه، ما نوصفش نقول ايه ده كذا وده كذا، ده في النار وده في الجنة، مش من حقك. انت ما تعرفش ده مات على ايه، رغم انه مات في مجلس ايه معصية، بس تاب ولا ما تابش رجع لمين، ويحاسبه من. اللي احنا لما جينا نوصف علم الله سبحانه وتعالى قلنا علم ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، ده علم، ده علم محيط. ولذلك ما نقدرش نقول فلان في الجنة وفلان في النار، مش من حقنا. فكرتني كلامك ده بالتحديد بالحجاج وهو بيموت مثلا، يعني الراجل ده عمل من الموبقات ويعني أراقة من الدماء وطير رقاب يعني لا حصر لها ولا عدد، ومع ذلك وهو على فراش المرض كان قاعد بيبكي ووصل له كلام الناس، فبيخاطب المولى سبحانه وتعالى يا رب إنهم يتندرون ويتهمسون بأنك لن تغفر لي. قال له يظنون أنك لا تغفر لي، ولكن ثقتي أنا إن أنت هتغفر لي. منتهى الذكاء في التسليم بالعقيدة. قال للمولى عز وجل يظنون أنك لن تغفر لي، يعني أنا عقدت أنك هتغفر لي. فهنا بقى الكلام ده يبين إيه، أنا في رأيي على الأقل يبين ذكاء التائب أو العائد إلى الله تبارك وتعالى. وإن واحد يقول لك ده بيموت، دي قضية، دي مش قضيتك أنت، دي قضية علام الغيوب، لأن إحنا قلنا ربنا هيعامله إزاي. زي فاكر الكلام عن توبة العاجز، طب للعاجز في عند أغلب أهل العلم إن ليس للعاجز توبة، لكن عند أهل العلم الحقيقي للعاجز توبة، لأنه هو ما بيتوبش لعلاء ومحمد، محمد وعلاء مش هيعرفه، لكن الذي كان من أسرار علمه أنه علم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون، هيعامله كده. ده لو فضل عايش كان هيعصي تاني ولا لأ، هيبقى هنا المعاملة. ولذلك أنت بتتعامل مع إله حق، وعشان كده تلاقي الآيات فيها قوة في الأداء. يعني لما يقول لك مثلا على إنما التوبة على الله، مين يملك يقولها دي؟ ربنا سبحانه وتعالى بس، ما حدش يقدر يقولها ولا يلزم بها حد، لكن هو يلزم نفسه سبحانه وتعالى. ولذلك تلت القرآن آيات دل على صدق الرسول. بمعنى إيه؟ دي آية من الآيات دي، وإن كان ما حدش واخد باله منها، لأن محمد صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يقولها إلا إذا كان فعلا جايله ده وحي من الله سبحانه وتعالى. زي مثلا لما يغامر مثلا يقول غلبت الروم، ما يقدرش يغامر بيها محمد صلى الله عليه وسلم، ما يقدرش يتكلم إيه وإنهم من بعد غلبهم سيغلبون، دي مش مستقبل، دي مغامرة ضيعة ما حدش يقدر يعملها. فتلت القرآن آيات دل على صدق الرسول، إن اللي متكلم ده أكيد مش محمد صلى الله عليه وسلم، وأكيد هو إيه وحي يوحى. وعشان كده كل آيات توصيف القرآن كلها آيات عقيدة، زي حكاية من قريب ما حدش واخد باله منها أنها آية عقيدة، يتوبون من قريب، لأن اللي بيأجل التوبة اللي قالك إيه علاء أنا غلطت أهو وأنا بشكدك أن أنا غلطت بس أنا هتوب بكرة، ده عمل كأنه ضامن على الله أن أنا إيه هعيش لبكرة. لو واحد جنبه عاقل يقولك طب وأنا ضامن، طب وأنا ضامن أن بكرة دي من إيه، لا أنا هتوب دلوقتي. ده الناس اللي بتصحى تصلي الفجر يعني من الدعاء المأثور الحمد لله الذي رد علي روحي ولم يمسكها، مش كده؟ وقبل ما ينام قال إيه؟ دي صح، ده لما صح، لكن قبل ما ينام قال باسمك اللهم أضع جنبي وباسمك أرفع، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر، ده قدم دي على دي وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها. فلما صحي قال الحمد لله الذي بعثنا بعد ما أمتنا وإليه النشور، دي قضية صحيحة، بس قبل ما ينام قال إيه؟ ده سلم ان هو ايه واحده من الاثنين بالظبط، والاولانيه اضمن، الموت اولى،
لان انا حتى علماء في التوصيف قالوا على الموت على النوم ايه؟ الموت الصغرى. ولذلك قال اللهم ان امسكت نفسي فاغفر لها وارحمها وان ارسلتها، ده الثانيه. وده في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في اول جمع له لقريش عشان يقول لهم انه رسول. اتكلم عن الجزئيه دي، والله لا تموتن لا تموتن. ده اهله جمع اهله وعشيرته واعتلى يعني تلا كده وقال ان الرائد لا يكذب اهله. يعني حتى بعيد عن الدين بقى الكبير بتاع القوم زي ابو عبد المطلب كده في حكايه البيت. الراجل قال له انا فاكرك جاي تتكلم على البيت مش على الغنم. قال له البيت له رب، اما انا رب الابل. فده راجل منطقي. قال والله ان الرائد لا يكذب اهله، والله لو كذبت الناس كلهم ما كذبتكم، ولو غششت الناس كلهم ما غششتكم. القاعدة ايه؟ والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، وانها اما جنة ابدا واما نار ابدا. ايه البلاغة دي؟ لخص القضية، ده الاسلام، وخلص الموضوع، ده الإسلام. والموضوع مش محتاج دي الرسالة اكتر من كده. هي دي الرسالة، هي دي الرسالة. ولذلك هو اوتي صلى الله عليه وسلم من مطلع الرسالة اوتي جوامع الكلم. هات لي واحد يقول الصياغه دي، دي الرساله، دي رسالته وهو واقف بيكلم اهله، لان هو قال له وانزل عشيرتك الاقربين في البدايه. فقال لهم ده لو انت تدبرتها والله يطلع منها الاسلام كله. هو ده الجوهر، هو ده الاسلام، هي دي الرساله. هو ده اللي بعث بيه صلى الله عليه وسلم، وده اللي لازم يبقى في عقيده كل مسلم مؤمن عبد من عباد الرحمن عمل بالتقوى والإحسان ثم أسلم الوجه لله تبارك وتعالى. لأي الدرجات اللي احنا اتكلمنا عليه. ولذلك قال إلا من تاب، ده الاستثناء، ده عشان الناس ما تفهمش غلط، ده الاستثناء من اللي يعمل. إلا من تاب، يعني اللي حيتوب مش هياخد ضعف العذاب، مش هياخد عذاب، خلاص بالتوبة خرج من الايه؟ من العذاب، وعاد للفئة اللي هو كان منها. إن كان من عباد الرحمن يبقى من عباد الرحمن، إن كان مش من عباد الرحمن مؤمنين مسلمين، لأن خد بالك برضو الجنة إيه؟ درجات. وهي دي القضية. ولذلك إلا من تاب وآمن. إن كان مش من عباد الرحمن هيبقى محتاج إيمان، محتاج إيمان، لأنه خرج بالمعصية زي ما اتفقنا من الإيمان، أو خرج الإيمان منه. إذا كنا بنتكلم عن عباد الرحمن فهم مؤمنين، بس ساعة ما غلطوا فعودتهم أقرب من دول، فقال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ودي في اللغة اسمها متابة، دي مصدر ميمي للكلمة. وإحنا اتفقنا لو أنت قلنا إيه، زي ما يكون اللي هيعمل كده هيروح مكان إيه؟ آمن. شطرته ما يرجعش منه، شطرته يبقى هناك، زي بالضبط اللي في معية الله تبارك وتعالى، ويجب عليه أن يظل في معية الله. لان خد بالك على لو مش معيه الله تبقى معيه مين؟ الشيطان، والعياذ بالله. ملهاش ثالث، سواء، برافو عليك، ملهاش ثالث، لا، سواء كان شيطان انس او جن، سواء. وانا زمان وبذكر الناس دايما ان شياطين الانس اصعب من شياطين الجن، واظنهم الان انتشروا في المجتمع وازدادوا جدا جدا، ملتوا البلد، ارحمونا بقى. يعني ولذلك الحسن البصري لما سئل التلميذ بيقول له ايهما اهون عليك، شيطان الانس ام شيطان الجن؟ فالامام رد بسرعه قال له بل شيطان الجن. فالتلميذ افتكر ان هو ما فهمش السؤال، لان الولد بيستصعب الجن. قال له يا امام ايهما اهون؟ يعني قال له انا مش بسال اصعب، انا بسال ايه اسهل، الانس ام شيطان الانس ام شيطان الجن؟ قال له يا بني بل شيطان الجن. قال له ازاي شيطان الجن اسهل؟ قال له شيطان الجن لما بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا مدبرا ما يقدرش يقف، انما شيطان الانس من يعيذني منه؟ ده ما حدش يقدر يخلصك منه. صحيح يخلصك منه ربنا بقى بطريقته، لكن عايز يقول ان ده تقول اعوذ بالله، ما تقولش اعوذ بالله، ده شيطان انس. ولذلك احنا قلنا في التوقيع هم اخطر من شياطين الجن. يعني شيطان الانس اخطر من شيطان الجن. ليه؟ اولا شيطان الانس بيكلمك بلغتك ويحاورك ويناقشك ويسوف لك. ولذلك من ابدع توقيع قراني الايه اللي جايه بعد الثلاث كبائر ونفيهم واستبعاد عباد الرحمن عنهم، قال والذين لا يشهدون الزور.
زي لا يقتلون، زي لا يزنون، زي لا يشركون. واللي بعدها واذا مروا باللغو، واللغو دي اللي انا فيها كلام طبعا. والزور خد بالك احنا عندنا وقت قد ايه؟ لا خلاص احنا كده بالاستفاضه دي هنخلي الكلام عن الزور وعن اللغو يعني اللقاء القادم، لكن تعالى ندي بس مقدمه لاهميه الربط والترتيب. احنا اتفقنا ان الايات وتواليها اهم نقطه ليها حكمه. عندنا قد ايه دقايق؟ 4 دقايق. اهم نقطه عليها عايزين نعترف بيها ولنكن محقين، احنا فهمنا حتى حديث الرسول غلط. اللي هو الرسول كان بيتكلم عن اكبر الكبائر، هل ادلكم على اكبر الكبائر؟ اول حاجه الشرك بالله او الاشراك بالله على اختلاف الروايات، وبعدين عقوق الوالدين، وبعدين عندنا في روايات كتيرة بعض ألفاظ اتغيرت، قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. يقول راوي الحديث وأخذ يكررها، وكان في رواية من الروايات كان متكئ فاتعدل سبحانه وتعالى أو اعتدل صلى الله عليه وسلم، وقال إيه وأخذ يكررها حتى قلنا اللي حاضرين الكلام. لا شوف بقى لما الصحابة، أنا عايز بس الناس تعيش الواقعة دي، هل من المقبول او المعقول ان الصحابه تقول عن الرسول ليته سكت؟ يعني التكرار كان كتير كتير. بقى انا عايز اشرح بس الاول ليته سكت يعني ايه. انهم شافوا الرسول منفعل جدا، وهو بيقول ايه؟ قول الزور او شهاده الزور. احنا فهمنا شهاده الزور يعني ايه واتشرحت لنا ازاي، عشان انا بس عايز مره نعيش صدق، نبقى صراحة نعترف بغلطنا، تروح المحكمة بس هي اتشرحت كده شاهد زور. وللأسف الشديد بتتكتب كده عند كثير من الشراح، هقول كثير مش هقول الكل، بس دي مصيبة. انك لما فهمت غلط يا علاء راحوا مدخلين على شرح سورة الفرقان، قال لك شهادة الزور أمام القضاء. يا عم قضاء إيه بس؟ اللفظ واسع جدا. شوف التعبير القرآني علاء هقوله لك صح وغلط. المولى عز وجل قال والذين لا يشهدون الزور، ده اللفظ الصح. انتوا فهمتوا والذين لا يشهدون بالزور، ما قالش بالزور، قال لا يشهدون الزور. والسؤال عشان بس نعرف الحلقة الجاية نوصفه، ودي حتة لغة غصب عني معلش سامحوني عليها، اعراب الزور ايه هيبقى المفهوم صح او غلط. اللي اعرابه الزور مفعول به اتكلموا صح، واللي اعربوه نائب عن المصدر في باب المفعول المطلق اتكلموا غلط، لأن قال لك الزور هنا أي لا يشهدون شهادة الزور. لا ما ده مش ده المعنى خالص. لو كان المعنى كده المولى عز وجل مش محتاج يخبي علينا حاجة سبحانه وتعالى، ومش قاصد يتعبنا، كان قال والذين لا يشهدون بالزور، وتبقى دي شهادة الزور اللي انتوا فاهمينها. حتى شهادة الزور اللي في حديث الرسول مطلقة، قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. أنا هفكرهم بحديث واحد بس أو وآية ونشرح بقى المرة الجاية. الرسول فاكر لما قال في الصيام، والحمد لله الآية والحديث في الصيام، لما فاكر كويس أنت لما قال في الصيام صلى الله عليه وسلم من لم في في في, في الرجل الصائم، انت بتصوم عن الطعام وعن الشراب وعن 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 وعن. الرسول قال لك لا القضيه مش كده خالص. اللي ما يمتناش عن قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعام وشراب. فصاغها صلى الله عليه وسلم، قال من لم يدع، حط مليون الف خط، يدع يعني ايه؟ يترك، يبعد. صح. قول الزور والعمل به، يبقى اذا كل قول زور يتبعه ايه؟ عمل مش كلام بس. قال فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. وأنا زمان سألتك سؤال، كنا بنتكلم عن الصيام، قلت لك مين من المسلمين أو المؤمنين أو الدعاء أو العلماء يقدر يقول لواحد بقول لك إيه كل واشرب بالمرة لأن أنت كده ما أنت الصايم؟ والله ما حد يقدر يعملها، هيخاف. لكن الرسول عملها ولا لا؟ وقالها اهو من لم يدع. طب الآية بسرعة عشان الوقت. قال لك فمن شهد منكم الشهر. فشهد يعني ايه؟ مش نطق شهادة، شهد يعني حضر. أيوة. والذين لا يشهدون يعني لا يحضرون كل الزور. حط مليون خط بقى نبقى نكمل. جزاكم الله كل خير. الموضوع واسع وخطير، وهقول لكم خطير ليه، لان كل صاحب علم هيشهد زور في مجتمع من المجتمعات الإسلامية ويسكت ويشهد يعني يحضر، يعني انه يحضر على فساد بيحصل،
على قانون مخالف للشريعة، على عادة مجتمعية لا تتفق مع مرضات الله، ويسكت وما يقولش وما يتكلمش وهو صاحب علم، ده كأنه شهد الزور وبصم ووافق عليه. من تسكت والساكت عن الحق شيطان أخرس. مصيبة كبيرة مش كده؟ ربنا يعني عفو عنا جميعا جميعا. نشرح باستفاضة وندي أمثلة تطبيقية إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أشوفكم بألف خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.